السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. وحشني جدا كالعاده من اخر فيديو نزل لكم على القناه. النهارده هاخدكم معايا جوله في مكتبه جرير، عشان انتوا عارفين ان الدراسه هتبقى شويه عن بعد لحد ما تبقى الحصانه المجتمعيه 70%. واللي عندهم اطفال اقل من 12 سنه ف وما خدوش الجرعات فهتبقى عن بعد. عموما قلت اخدكم معايا جوله كده في مكتبه جرير، عشان اللي حابب يشتري لابتوب لعياله او ايباد لعياله او جهاز عشان يقدر يشغل عليها منصه مدرستي. ف هنا اهو الاجهزه اللي انا شفتها. انا كنت بوريكم ميزات هنا في الجهاز ده، كان او احسن بابانا من واقف اخر في معانا. الفتح كده عشان لو هتجيبي جهاز اقل لطفل اقل من 12 سنه، حاولي تجيبيه اللي ده بيفتح سعر على الاقل ده داخل على 90 درجه 3000، عشان الشاشه ده سعر بتاعتك على 3000. ما تبصش معاكي ده سعر وتضطري على 3000، تغيري بس شاشه، ده لان سعره السن ده بصراحه مع ب 2100 اللابتوبات بتحصل معاهم كبسه. المعالج بتاعه ايه هسيبكم تاني؟ بقى مع الفيديو اتفرجوا على الاسعار. اهم حاجه المعالج والكارت الرام ده 3 برضه. والذاكرة معالج ايه بتاعته. تاني؟ هو عموما أغلبية اللي في مكتبة جرير ويندوز 10. وهاخدكم كده لفة اتفرجوا بقى معايا، ده هخليكم مع ايزر الصوت الأساسي مهما ايزر كان الصوت بقى عيالي والجو اللي حواليا، صوتي واطي صوتي هادي. اتفرجوا على الفيديو وتابعوا الفيديو للآخر، يا رب الفيديو يعجبكم عشان تقدروا ده تشوفوا يورو مقارنة ما بين الأسعار. هصور لكم مكان تاني قريب جدا، مكتوب على فيديو التثبيت هينزل بعد ده نمبر بإذن 4 الله. اللي هو المعالج بتاع الويندوز يا 7 رب الفيديوهات تعجبكم، ما والمعالج تنسونيش بتاع بقى في لايك، الثبات شيروا الفيديو عشان يشوفوا اكبر عدد ممكن. سبسكرايب 13 عشان تشجعوني لو انتم مش مشتركين معايا في القناة. ده شكرا اسوس لكم بجد، هقول لكم مش مع عارف الف ايش ده سلامة، باي باي. تابعوا بقى الفيديو. اسمعوا تمام، هنصور كله اللي حبيب ياخد فكرة ياخد فكرة. ده هنا سعره A7، ده A3 المعالج بتاعه، إمكانياته ده A5. كل ما المعالج طلع في السعر، طلع في A7 A5 السعر بتاعه طلع. هنا ده A3 اسوس A3 بسعر 2000 ريال. تعال نشوف شركات تانية اللي عندهم هنا. ده HP إمكانياته. ناخد برضو جولة على اللابتوب الأيبادات اللي عندهم. ده مرجحش بيه للدراسة ولا ده، لأن ده أسعار عالية بصراحة. دول الأسعار العالية دي ما برجحش بيها للدراسة يا بنات. هناخد بقى لفة كده بقى على بقى الأسعار والكميات اللي الشركات الموجودة. ده لانوفا، لانوفا المعالج بتاعه A5 الإمكانيات بتاعته، وده سعره. ده برضه لينوفا المعالج بتاعه A3 سعره 1800 1900 ريال، وهنا 2300 ل A5. اهو شكله لينوفا. بصوا لو هتجيبوه لسن صغير في الابتدائي، كنصيحة انتبهوا منه من فتحة الشاشة. تمام، حاولوا تاخدوه اللي بيفتح على تقريبا 90 درجة كده، عشان انا عندي مشكلة اللي بيفتح على 60 للسن الصغير بيفك الشاشة من هناك. الشاشة بتفك، فلما تفك مرة واثنين ثلاثة فبتضطر تغير الشاشة، فغلطة زي دي تخليك تغير الشاشة كاملة. ده لانوفا برضو. تمام، ده لانوفا برضو يا بنات. اهو امكانياته، اهو ده المعالج بتاعه شوية قليل. تمام، هنا 4 و5000، كل واحد بقى على حسب امكانياته، بس برضو 4 و5000 ما انصحش بيها لسن دراسة، خصوصا للابتدائي. ممكن للثانوي هيستخدمه، للثانوي هتستخدمه في حاجات تانية. ده الديل طبعا معروف سعره. هنا ده الدل، ده حجمه صغنطوط جدا، شايفين الحجم بتاعه صغنن يا بنات، حبوب كده كتكوت في نفسه.
A5 سعره بخمسة، و A7 سعره ستة ومية. هنا ده شركة ايه، شركة ايه هو المعالج بتاعه A7. شوف الشركة بتاعته، الشعر بتاعها تقريبا مس MIS. الشركة بتاعته اهي 3500. لسه ناخد جولة في ده كله عشان اديكم بس فكرة عن الاسعار. هديكم فكرة عن الاسعار اللي هي في الالف وي، في حدود الالف، عشان تبقى مناسبة لسعر الجميع. هنا ده خمسة اربعة تلاتة ستة، ده اتنين الفين، ده اتش بي المعالج بتاعه A3، ده A5 اتش بي برضو المعالج بتاعه A5، ودي امكانياته. ده شكله، ده برضو A5 ده 2000. اللي فوق التلاتة وكده مش هصوره لكم قوي، يعني ده بستة، مستحيل حد يجيب حاجة بستة للدراسة. وده بتمانية تمام، ده دي شركة تانية اهي 4 7، ده ب1800. ده شركة ايه؟ المعالج هنا بصراحة ما عجبنيش عشان ابقى صريحة معاكم، لانه هو ما ياخدوا دراسة ولعب. هنا A5 300، A3 تعال نكمل بقى الجولة. كل الشركات دي هواوي. ده هنا بقى الايبادات 1800 1900، ده 899، ده 899. ده شكله مش عارفة شركة ايه دي، بصراحة انا بدور على ده تسلا، اسم الشركة تسلا. ده لانوفا تمام، ده جالاكسي تاب، بس بقى نكمل الجولة في مكتبة جرير، نشوف القرطاسية ونشوف المواد المكتبية اللي عندهم. نكمل الجولة. عندهم هنا الشنط 99 ريال، أطقم الشنط دي تمام. عندهم حاجات كتيرة جدا القرطاسية. عندهم هنا 1 زائد 1، تعالوا نشوف ايه اللي 1 زائد 1 وسعره كام. بي وان دي ب99، يعني الاثنين ب99، الاثنين بقى ب99 هما المجلات دي تمام. دي بقى الخامة دي، طيب ماشي. تسلي اسم الحي اللي فيه سمسم.